السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو خاص بالشرح ديال مادة ديال ليشونتيوناج إي ليستيماسيون ديال سيمستر 3، هذا الجزء الرابع بارتي 4 اللي إن شاء الله نشوفوا فيه بارتي جديدة في الكور، هي الغابيل ديال لي لوا كونتيني ديال لا بروبابيليتي. حيت كيما شفنا في لي ميثود ولا ليشونتيوناج، قلنا باننا في الكور ديالنا غنعتمدوا على الميثود دي شونتيوناج الياتوار سامبل. في الميثود دي شونتيوناج الياتوار، داك لي شونتيون اللي كنزدو بواحد الطريقه اللي هي الياتوار، يعني او ازار. دونك يعني كنعتمدوا على لا بروبابيليتي فاش نجبدوا داك لي شونتيون. دونك يعني هادشي ان عن يعتمدوا على لي لوا دو لا بروبابيليتي، يعني بالاخص لي لوا كونتيني لي مش مازال شفتهم، لان الاغلبيه ديال لي ستيديون نقراو البروبابيليتي في الاس 2، كاين لي لي بروف ديالهم قراو غير لي لوا ديسكري، ما قراوش لي لوا كونتيني، يعني قراو غير لوا دو بواسون، لوا بينوميال، لوا برنولي، لوا جيومتريك، لوا ايفر جيومتريك، يعني ما قراوش دوك لي لوا كونتيني. دونك انا ان شاء الله عندي لكم واحد الغابيل ديال لي لوا كونتيني، لانني ديجا رشحتها في البروبابيليتي. يعني اللي بغى يتعمق مزيان ويقرا لي لوا كونتيني ولي فاريابل اليا لوا كونتيني غادي يمشي يدخل البلاي ليست ديال البروبابيليتي وغيلقى جميع لي كور انا شرحتهم ديال لي لوا كونتيني، جميع لي لوا كونتيني وجميع العلاقات اللي عندهم علاقه بلي فاريابل اليا لوا كونتيني. دونك اول حاجه، حنا الفاريابل اليا لوا كاين فيه جوج حوايج، كاين فاريابل الياتوار ديسكري وكاين فاريابل الياتوار كونتيني. بالنسبه للفاريابل الياتوار ديسكري، هادوك لي فالور بوسيبل دو اكس تيكونو دي فالور ايزولي، يعني كنلقاو مثلا باش نحسبوا لا بروبابيليتي ديال اكس كنقولوا نحسبوا لا بروبابيليتي دو اكس ايغال باغ اكزومبل 1، اكس ايغال 2، اكس ايغال 3، يعني هادوك لي فالور اللي كيشد الفاريابل الياتوار كيكونوا دي فالور ايزولي. يعني كنلقاو في الطابلو مثلا، الطابلو ديال الطابلو ستاتيستيك اللي خاص بروبابيليتي، كنلقاو مثلا اكس 1 كتساوي باغ اكزومبل 2، اكس 3 كتساوي مثلا 4، كنلقاو دي فالور ايزولي. باغ كونتخ في الفاريابل الياتوار كونتيني، لا فالور بوسيبل دو اكس sont répartis de façon continue sur un intervalle. يعني باش نكالكيليو لا بروبابيليتي، كنكالكيليو بروبابيليتي ديال واحد لانترفال، كنقولو ان اكس كومبري مثلا انتر ا انتر بي دو فالور، يعني كيكون لا بروبابيليتي كالكيلي دو فاصون كونتيني، يعني دون ان انترفال. دونك يعني في لوكا ديال الفاريابل الياتوار كونتيني، donc on considère plus probabilité que x prend une valeur donnée. يعني x ما كتاخذش واحد لا فالور دوني، بحال كنقول مثلا x égal à 2 ولا x égal à 3، مي كو سا فالور سوا كومبري دون ان انترفال دوني، يعني probabilité de x كتكون كومبري دون ان انترفال دوني. مثلا في لو كا مثلا اون فو باغ اكزومبل تيستي ان فالور كاليتاتيف، مثلا لا طاي، مثلا لا طاي راه كنلقاو لا طاي ما يمكنش انا نحسب جميع لي كا بوسيبل ديال اكس. نقولوا مثلا لا بروبابيليتي باش نلقى واحد عنده متر و65، لا بروبابيليتي باش نلقى واحد عنده متر و64، لا بروبابيليتي واحد نلقى عنده متر و63، يعني اخر ليا بزاف ديال سميتو. دونك باش نختصروا على داك الشيء، كنقولوا الناس اللي مثلا اللي عندهم لا طاي اونتخ مثلا متر و60 ومتر و70، دونك هذا انترفال، ها هي لا بروبابيليتي ديالهم اكسيتيرا. دونك هادو هما لي لوا الفاريابل الياتوار كونتينيو. دونك بالنسبه لي في الفاريابل الياتوار كونتين بروبابيليتي، دونك هاد لي فالور بوسيبل كي بو بران مثلا اكس كنعبروا عليهم بان فونكسيون، وهاد لا فونكسيون كتسمى فونكسيون دو دونسيتي، فونكسيون دو دونسيتي. دونك باش تكون واحد الفونكسيون فونكسيون دو دونسيتي، خاص يتحقوا ليا تروا كونديسيون. نقولوا مثلا ان اف لي اكس ايت ان فونكسيون دو دونسيتي دو بروباليتي سور لانترفال ا بي، فواحد لانترفال ا بي خاصو يتحققوا ليا تروا كونديسيون. بروميير كونديسيون، خاص اف تكون كونتيني سير هاد لانترفال ا بي، خاص اف تكون بوزيتيف على هاد لانترفال،
وخاص الانتجرال الانتجرال ها هو الانتجرال ديال اف لي اكس ديال اكس يساوي واحد الانتجرال ديالها دونك هنا كنخدموا واخا كتشوفوا هنايا الار ولكن كنخدموا بالانتغرال بالاجزاء الانتغرال بالاجزاء يعني خاص تكون مثلا باغ اكزومبل فاش نقول ان مثلا اف لي اكس فونكسيون دو دونسيتي واحد اف لي اكس خاص تكون واحد اف لي اكس فونكسيون دو دونسيتي خاص تحقق لي 3 كونديسيون première condition خاطر هاد اف لي اكس مثلا انتغرال دونك سي دو بروبابيليتي اوف انتغرال مثلا ا بي انتغرال ا بي هذا انتغرال ا بي دونك خاصو تحققوا لي 3 كونديسيون مثلا عطاكم واحد لا فونكسيون قال لكم است كو سيت فونكسيون اي فونكسيون دو دونك سي دو بروبابيليتي دونك خاصكم تاكدوا من هاد لي 3 كونديسيون واخا كنخدموا غير دو كونديسيون هما اللي مهمين La première condition, mais c'est mohim. Alors, la condition, c'est f. Et f, qu'on continue. Rabelle était ça, la montée, c'est là. Qu'on continue. Faire l'intervalle à b. C'est qu'on continue à b. Chasse aussi, chasse had f. F li x, qu'on positif. Yanni, chasse at qu'on. اكبر من او يساوي صفر سير هاد الانتغرال اذا كان اكس معرف على هاد الانتغرال اذا كان اكس كينتمي لهاد الانتغرال هذا اب انفان خاص الانتغرال خاص الانتغرال المهم هنايا غنختصرو على الانتغرال بالاجزاء يعني من ا حتى البي الانتغرال من ا حتى البي ديال اف لي اكس دي اكس خصها يساوي واحد دونك هادو هما لي تروا كونديسيون باش نبينو ان واحد لا فونكسيون ايت ان فونكسيون دو دونسيتي دو بروبابيليتي خاص يتحققوا لي هاد لي تروا كونديسيون ولكن راه كنقتصروا على هاد لي دو كونديسيون هادو هما اللي مهمين هاد جوج خدمو نتوما غير هاد جوج صافي غير انها تكون بوزيتيف او انها تكون l'intégrale d'IALA égale à 1. Donc, on a les conditions l'équilibre. Donc, aussi, qui a la relation, la fonction de répartition. La fonction de répartition qui fait la fonction de répartition, il est pendant le cumul de la probabilité. Le cumul. La fonction de probabilité, je cherche comme les lois discrètes. Par exemple, les values de la probabilité, la fonction de répartition, ou le cumul. Il est elle est cumulée avec la probabilité. Donc, pour les lois continues, pour les variables aléatoires continues, fonction de répartition, qu'est-ce que c'est que la f les x les t, donc on a l'intégrale mais moins l'infini jusqu'à t, f les x dit les x. Donc, on a un traitement, donc vous voulez par exemple, il y a qu'un x, par exemple, à ce rare, le point, je vais savoir la fonction de répartition, il y a qu'un x. مثلا كومبري اونتر هادي ولا شحال كتساوي الى اكس مثلا اكبر من هادي ولا اصغر من هادي شنو كتساوي دونك عندي لكم اكزومبل تشوفو مزيان دابا الغولاسيون اونتر لا بروبابيليتي الى فونكسيون دو ريبارتيسيون دونك الطريقه باش كنحسبو لا بروبابيليتي ملي قلت لكم بور الفاريابل الياتوار كونتيني بور كالكي لا بروبابيليتي ما كنكالكيليش البروبابيليتي ديال ان اكس ايغال مثلا واحد لا فالي غوني كنقول اكس ايغال ا تي ولا اكس ايغال ا ولا اكس ايغال ا 2 ولا اكس ايغال ا ولا بي اكسيتيرا نو كان كالكيلي ان بروبابيليتي ديال اكس انه كومبري اونتر واحد لانترفال انه كيتسمى واحد لانترفال دونك مثلا هنا قالوا لك حسبنا لا بروبابيليتي دو اكس الى اكس اللي كان مثلا اصغر من او يساوي تي هذه تي راه عدد تي مثلا فالور دونك شنو هي هي اف لي تي يعني فونكسيون دو ريبارتيسيون ديال اف تي من بعد غنديروا لي لوا غنقول لكم كيفاش نخدموا هادشي هادشي بلا ما يخلعكم هادشي شي راه ما تنفع نخدموا به ليسونسيال عندنا هو لوا نورمال لوا دو ستودنت هو باش كنخدمو البروبابيليتي عفوا كنخدمو لي شونتيوناج اللي كنحتاجو سيرتو في ليستيماسيون دونك هادو كاين دي طاب كيسهل لي هاد الخدمة هادي يعني هادشي بلا ما يخلعكم مثلا قال حسب لي البروبابيليتي ديال ان اكس كومبري اونتر ا اي بي هي اف لي بي موا اف لي ا هاد راه البريميتيف ولا هاد الفونكسيون دو ريبارتيسيون فونكسيون دو ريبارتيسيون ديال بي ناقص الفونكسيون دو ريبارتيسيون دو ا مثلا قال لي كالكيلي لا بروبابيليتي دو اكس انه اكبر قطعه من تي هنايا كنخدموا بالكلوب كومبليمونتير داكشي ديال البروبا
كومبليمونتير يعني واحد ناقص لا بروبابيليتي دو اكس ديال هذه الاولى هذه اللي قلنا دونك هي واحد ناقص اف لي تي دابا ليسبيرونس لي بارامتر ولا لي كاركتيرستيك ديالو دونك اول حاجه ليسبيرونس ماتيماتيك هو لانتيغرال ديال اكس اف لي اكس دي لي اكس هذه كيفاش كيتحسب ليسبيرونس مثلا هذه مثلا قال لك كالكيلي ليسبيرونس ديال واحد العدد ا هذا ثابت دونك ديما ليسبيرونس ديال ا الا كان هاد ا كينتمي ل اف هو نفسو ا ليسبيرونس مثلا ديال ا اكس قال لك بحال هكا قال لك كالكيلي ليسبيرونس ديال 2 اكس شنو كتساوي ديما ثابته كتخرج على برا ديال ليسبيرونس ديال او دونك كنقولوا هي ا ليسبيرونس ديال اكس مثلا قال لك كالكيلي ليسبيرونس ديال 2 اكس ليسبيرونس ديال 2 اكس هي 2 اسبيرونس دو اكس مثلا قال لك كالكيلي ليسبيرونس ديال اش لي اكس هاد اش لي اكس هي مثلا واحد باغ اكزومبل واحد لا فونكسيون هاد اش لي اكس فونكسيون دونك هي لانتيغرال دو اش لي اكس اش لي اكس اف لي اكس دي لي اكس دونك كنشدو اكس لي اكس كنضربو اف لي اكس دي لي اكس كنحسبو لانتيغرال دونك هكا تدوي دابا نشوفو لا فاريونس بوغ لا فاريونس لا فاريونس نفس العلاقة ديال اللي شفنا في الفاريابل الياتوار ديسكريت لا فاريونس توجو هو ليسبيرونس دو اكس ناقص ليسبيرونس دو اكس او كاري المهم هادي هي ليسبيرونس دو اكس او كاري ناقص ليسبيرونس دو اكس او كاري هادشي علاش شفنا كيفاش كنخدمو هادي هي لا فاريونس هو كتسب l'espérance de x au carré, voilà, x au carré, n'a pas l'espérance au carré de x. Donc, c'est à la fois, maintenant, il y a la variance de a, adet sabit, ou 0. Et la variance de ax, il y a a au carré, variance de x, maintenant, il y a la variance de x. La variance de x, il y a os itnan, adet sabit, quand il y a os itnan, quand il y a la parole de la variance, la variance de x. Donc, à deux moments, à la fois, il y a la variance de x. Je donne un exemple. عطاونا واحد لا فونكسيون اللي هي معروفه بهذه الطريقه فونكسيون اف لي اكس هي واحد على جوج مضروبه في واحد ناقص اكس سي اكس ابارتيان على انترفال موانز ان الا كان اكس كينتمي لهذا الانترفال هذه هي لا فونكسيون سينو راه اف لي اكس ايكال زيرو الا كان اكس ما كينتميش لهذا الانترفال باغ اكزومبل اكس كيساوي باغ اكزومبل ناقص 5 ولا يساوي 20 ولا 30 ولا شي عدد اللي ما كاينش هذا الانترفال راه اف لي اكس ايكال زيرو يعني باغ اكزومبل اف ديال 4 اف 4 راه كتساوي صفر علاش اف 4 كتساوي صفر لان علاش لان 4 ما ينتمياش لهذا الانترفال هذا اما الا كان اكس كينتاج محصور بين ناقص 1 و 1 فهو كيفاش كيتحسب دونك غنجاوبو على هذا ليكزومبل هذا دونك نبداو بكيستيون 1 اول حاجه شفنا كيستيون 1 نبداو بكيستيون 1 هي نبينو ان هاد لا فونكسيون اف لي اكس ايت اون فونكسيون دو دونسيتي نبين ان اف لي اكس دونسيتي دونك قلنا باش نبينو ان اف لي اكس دونسيتي قلنا خاصنا يبينو انها دو كونديسيون بروميير كونديسيون خاصنا نبين ان اف لي اكس خاصها تكون بوزيتيف يعني اكبر من او يساوي صفر في هذا الانترفال هذا سيو الانترفال ناقص واحد واحد الى كان اكس محصور بين هذا الانترفال هذا دونك طريقه سامبل دونك هذا بروميير كونديسيون نبداو بهذا الاول بينو هذا طريقه سامبل دونك هنا عندنا دونك كنبداو ديك توجور باكس هنا عندنا اكس من خلال هذا المعطى ديال اكس محصور بين ناقص واحد وواحد لأن هذا المجال راه مسدود مغلوق دونك مازال مغلوق راه كنديرو صغر من تساوي وأكبر من أو تساوي دونك هذه أول حاجة دونك أبخي نحاولو أننا نكتبو على هذا الشكل هذا يعني أول حاجة ممكن ندير هو ندير واحد ندير هاد واحد ناقص إكس يعني أول حاجة خصني ندير هاد ناقص إكس هي الأولى دونك كملوا كفى يعني ندخلوا ناقص
نديرو ناقص اكس. دونك الا دخلنا ناقص يعني هادي هتولي ناقص وهادي ناقص مع ناقص تولي زائد، دونك غيتقلبوا دونك غيولي ناقص واحد وهادي واحد تبقى نيت هي هي تبقى هي هي غير دابا راه صدفه وصافي. مثلا كان عندي مثلا ان عندي اكس محصوره بين ا و بي، بغيت انا مثلا ناقص اكس ناقص اكس يعني غادي خصني نديرو هنايا هنا ناقص هنا ناقص، ولكن عاد تقلب لان معروفه بالاعداد السالبه، مثلا راه واحد راه اكبر من جوج ولكن راه ناقص عفوا العكس سوري ديزولي عفوا راه واحد اصغر من جوج، نقول واحد اصغر من جوج، واحد راه اصغر من جوج ولكن الى جبنا عدد سالب راه كنلقاو ان ناقص واحد راه اكبر من جوج، يعني كيتقلبوا يعني دابا تولي ناقص بي وهنايا ناقص أ. ناقص بي ناقص أ. يعني هادو غيتقلبوا هتولي هنا ناقص واحد وهادي ناقص ناقص ولي زائد، دونك كتعطينا هاد الشكل هذا مفهوم. دابا ندخل هادو واحد هنا واحد اللي عندي الواحد ناقص اكس، دونك هنا غتكون عندي واحد ناقص واحد هي صفر وواحد زائد واحد هي جوج، لان زدت واحد زدت هاد واحد هذا زدنا هاد واحد كيتزاد، دونك ناقص واحد ناقص واحد صفر وواحد زائد واحد هي جوج. دابا ندخل هاد واحد على جوج نضرب واحد على جوج، دونك ندير واحد على جوج واحد ناقص اكس نضرب صفر في واحد على جوج هي صفر وجوج في واحد على جوج هي واحد، دونك شنو هي هادي؟ هادي هي اف لي اكس، دونك يعني ان هادي هي اف لي اكس، دونك اف لي اكس هي محصورة بين صفر وواحد، يعني الإشارة ديالها هي أكبر ما هي، راه هي أكبر قطع أكبر من تساوي صفر، يعني شنو؟ أنت شي فيريفي، دونك، يعني دونك، دونك، إف لي إكس بوزيتيف، ها هو الكونديسيون الأول تحقق. دابا الكونديسيون الثاني، الكونديسيون الثاني خاصنا لانتيغرال، شوفوا ديما كنخدمو لانتيغرال، قلت لكم من ا حتى لبي، دونك يعني من واحد ناقص واحد، دونك من ناقص واحد حتى لواحد، اف لي اكس دي لي اكس خاصها تساوي واحد، هذا هو اللي خاصها تساوي واحد، دونك هنايا راه كنخدمو بلانتيغرال، لانتيغرال خاصكم ضروري ترجعو داك الدرس ديال لانتيغرال، عاودو تقراو، دونك يعني اجي نحسبوها، دونك هي لانتيغرال ديال واحد ناقص واحد اف لي اكس هي واحد على جوج واحد ناقص اكس دي لي اكس، دونك هادي شحال كتساوي، دونك هاكا عرف واحد القاعدة كتقول لي ديما العدد الثابت ممكن يخرج على برا ديال لانتيغرال، هاد العدد شنو واحد على جوج عدد ثابت، دونك واحد على الثابت خاصني نخرجو، يعني ملي كيكون مثلا عندي باغ اكزومبل انتيغرال ديال مثلا ا بي عندي واحد العدد مثلا ثابتة باغ اكزومبل ثابتة نسموها مثلا تي واحد ثابتة تي وعندي مثلا مضروب في واحد الفونكسيون راه هاد تي ممكن يخرج هكا نخرجو ونكمل عادي، دونك يعني هي واحد على جوج انتيغرال ديال واحد ناقص واحد ديال بقات ليا واحد ناقص اكس ناقص ناقص اكس دي لي اكس، دونك نكملو من تحت تساوي دونك هاد واحد على جوج تبقى هكا، دونك دابا هادي نكتبو لها البريميتيف ديالها بريميتيف، دونك عندي بحال هكا بريميتيف، شنو هو البريميتيف؟ الدالة الأصلية ديال واحد ناقص اكس، الدالة الأصلية نبداو هنا عندنا ماشي مشكل نبداو بواحد، شنو هو الدالة الأصلية ديال اكس؟ ديال واحد عفوا، دونك الدالة الأصلية ديال واحد هي اكس، لأن إلا زدت اشتقيت اكس غتخرج ليا واحد، دونك اكس،
وشنو هي الدالة الأصلية ديال هاد دونك كاين واحد الناقص ديال هاد إكس شنو هي الدالة الأصلية ديال إكس دونك شنو الحاجة اللي كنشتقها وكتعطيني إكس شي حاجة كنشتقها وكتعطيني إكس دونك هنايا ديما كنخدمو بهاد العلاقة ديما ملي كيكون عندكم واحد هنا في الانتجرال مثلا كاين عندكم واحد إكس أس إن ديما هاد الدالة الأصلية ديالو الدالة الأصلية ديالو مثلا إف الدالة الأصلية كنرمزو لها بإف الدالة الأصلية ديال إف لي إكس أس إن شناهو هي إكس أس إن زائد واحد مقسومة على إن زائد واحد لأنه إذا جينا اشتقينا هذه الدالة الأصلية ستعطيني هي إن زائد واحد إذا جينا مثلا اشتقينا هذه الدالة الأصلية نزول باش نشرح لكم مزيان إلا جيت مثلا عندي مثلا دالة فيها إكس أس إن زائد واحد على إن زائد واحد دونك شنو كنشتقو كنشتقو غير هذا اشتقو إذا جينا اشتقينا هذا غتخرج ليا هي إن زائد واحد هذا إن زائد واحد حتى هو غيبقى هكا دونك وديما كنقولو إن إن ناقص واحد دونك يعني إكس إن زائد واحد ناقص واحد دونك هاد ناقص يمشي مع ناقص هذا يمشي مع هذا دونك غتبقى لي بقات لي إكس أس إن هي هادي دونك هادي الطريقة باش كنديرو دونك هنا عندنا إكس دونك إكس أنت مقاد علاقة إكس إن هو واحد يعني واحد زائد واحد هي إكس أس إتنان مقسومة على إن زائد واحد واحد زائد واحد هي إتنان دونك هادي هي الدالة الأصلية دونك من واحد حتى ناقص واحد دونك أنجو نحسبو دونك هاديش كتساوي هي واحد على جوج دونك ديما الدالة الأصلية هي هادي شنو نحسبو هي إف ديال هاد العدد الكبير دونك إف واحد هادي نيت إف واحد ناقص إف لي ناقص واحد نجيو نحسبو دونك هاد واحد على جوج يبقى إف واحد يعني كنجي نعوض هنا بواحد نعوضو بواحد دونك واحد ناقص واحد على جوج واحد ناقص واحد على جوج دونك هي واحد ناقص واحد على جوج كنعوض غير بلاص إكس كنعوض واحد دونك عندنا ناقص يعني غادي يكون قوس دابا إف لي ناقص واحد دونك عندنا ناقص واحد دونك هنايا هنا ناقص واحد أس إتنان دونك ناقص واحد أس إتنان هي واحد نيت غتكون عندنا ناقص واحد على إتنان نحاولوا نحيدوا دوك الاقواس ان واحد ناقص واحد على جوج ناقص مع ناقص تولي زائد زائد واحد ناقص مع ناقص تولي زائد زائد واحد على جوج دونك هاد ناقص واحد على جوج تمشي مع زائد واحد على جوج واحد زائد واحد هي جوج دونك تساوي واحد على جوج مضروبة في جوج انا خرجت من هادي بجوج دونك هي جوج على جوج هي واحد دونك هاهو لانتيغرال فخرجنا فيه تحققت لي هذا دونك واحد دونك خرج لنا دونك يعني ان اف اتين اتين فونكسيون دو دونسيتي دو بروبابيليتي دو بروبابيليتي سور لانتيغرال على الانترفال ا بي دونك نكتب انترفال ا بي دونك هذه الطريقه باش كنبين واخا هادشي راه شي فيه شويه الخدمه وحاولوا انكم تراجعوا لي زانتيغرال حاولوا انكم تراجعوا لي زانتيغرال نتمنى انكم فهمتوا هادشي ان شاء الله بالنسبه لي كالكيل ديال البروبابيليتي كيفاش نحسبوا البروبابيليتي والاسبيرونس ماتيماتيك والفاريونس وداكشي داكشي ما تجي نحاول انني ندير فيه شي نتعمق فيه بزاف
علاش؟ لان في ليشونتيوناج ما غاديش نعتمد على شي، نعتمد غير على لي لو ولي لو كاين دي طابل. دونك انا كنفضل انني في الفيديو المقبل ديريكتومون نشرح لكم لي لو لي كاينين، لو انيفورم، لو اكسبونونسييل، لو نورمال، لو دو سيدونت، لانهم هادو غنخدمو بهم ان شاء الله وهما ساهلين. واللي بغى يفهم مزيان هادشي راه ديجا انا شرحت هادشي في البروبابيليتي، ديجا درت تمارين في هادشي ديال الفونكسيون دو دونسيتي، فونكسيون دو ريبارتيسيون، هادشي درت فيه تمارين بزاف. المهم غندخلو لي بلايليست البروبابيليتي وغتلقاو فيه هادشي كلشي مشروع. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست.